نعم، غداة خطاب نتنياهو وبعد تأجيل زيارة أو خروج الوفد المفاوض الإسرائيلي إلى قطر، عائلات المحتجزين الإسرائيليين طلبت صباح هذا اليوم أن تجتمع بالوفد المفاوض، تقول أن هناك انعدام للثقة، تنعدم ثقتها بالوفد المفاوض وكذلك بنتنياهو بعد عدم التزامه أو حديثه بشكل مباشر عن صفقة. وأيضا نقل موقع والله الإسرائيلي عن مسؤول أمريكي أن الاجتماع اليوم بين نتنياهو وبايدن سيكون ليس إذا كان هناك صفقة أو لا، سيكون يتمحور حول الفجوات التي يجب تجسيرها بين الأطراف. وأيضا من المزمع أن يخرج الوفد الإسرائيلي الأسبوع المقبل يوم الأحد. نتنياهو كما تقول أيضا مصادر إسرائيلية سيطلب من بايدن التزاما خطيا لمواصلة هذه الحرب بعد إنجاز أي صفقة ممكنة. بايدن سيعمل كما تقول أيضا مصادر إسرائيلية على إقناع نتنياهو بمسألة عودة المسلحين أو المقاومة إلى شمال قطاع غزة، هذا ما كان يطالب به نتنياهو أن يبقى في محور نتسريم لفصل جنوب القطاع عن شماله. وأيضا كذلك كما تقول المصادر الإسرائيلية بايدن سيطلب من نتنياهو أيضا القبول بالصيغة الأصلية، كون أن الجانب الإسرائيلي لم يسلم رده بعد، يطلب بايدن أن في اجتماعه اليوم أن يلتزم بالصيغة الأصلية حول أيضا بما يتعلق بمحور فيلادلفيا. وقوفا عند ردود الفعل، يعني نتعلق بمن نسأل، اليمين الإسرائيلي احتفى بهذا الخطاب، وصف نتنياهو على أنه أعطى السردية الإسرائيلية بشكل ممتاز جدا، كان أفضل خطاب لنتنياهو من كل خطاباته في السابقة في الكونغرس الإسرائيلي. المعارضة الإسرائيلية عائلات المحتجزين هاجمت نتنياهو كونه لم يذكر كلمة صفقة، تحدث عن جهود لإعادة المحتجزين، لكن كيف بعد خطاب نتنياهو أعلن في إسرائيل عن استعادة 5 جثامين لمحتجزين في عملية عسكرية في خان يونس؟ هناك مطالبات باستقالة نتنياهو من قبل المعارضة الإسرائيلية، وأيضا تحميل مطالبته بتحمل الفشل 7 أكتوبر. كذلك الحديث كان عن مسرحية كما وصفوها، أيضا عن عرضا يتضمن الأكاذيب وأيضا الشعارات. لم يأتي نتنياهو بجوهر جديد من الكلام، لم يتحدث عن واقع أو حلول واقعية بما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. وأيضا المعارضة قالت لا يهمنا كم عدد المرات التي صفق بها أعضاء الكونغرس، هناك أرقام أهم، هناك منذ 7 أكتوبر 1500 قتيل، هناك 119 محتجزا ما زالوا في أسر حماس، هناك أكثر من 100,000 إسرائيلي نازح من الشمال لم يعودوا إلى بيوتهم بعد. لذلك اتهامات نتنياهو بالفشل، دعوته للاستقالة، دعوته إلى التحمل المسؤولية. مسألة حديثه عن إيران والتي استخدمها كشماعة في خطابه لا تعني إسرائيل شيئا أو الإسرائيليين، غالبية الإسرائيليين شيئا، كونه لم يتحدث عن مسألة إعادة المحتجزين الذي للتو بعد خطاب نتنياهو تم الإعلان عن استعادة 5 جثامين. رازي تطور مراسل الغد من القدس المحتلة، شكرا لك.